يا مدرك الثار البدار البدار. شخص من شباب هذا البلد من المؤمنين، شاب مؤمن ملتزم عامل في سبيل الله، موجه لأقرانه نحو الدين نحو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، جاء قبل سنوات ودعني، قال أنا عندي سفرة مطولة لعلها تطول لعشرة أشهر أو أكثر، ودعني وذهب. بعد شهر تقريبا لعله أكثر أقل رجع ونقل لي قصته. عندما ودعني ما قال لي شيئا طبعا، عندما رجع نقل لي، قال أنا ذهبت إلى مدينة قم المقدسة لهدف. ما هو الهدف؟ تركت أهلي هنا، تركت وظيفتي هنا، تركت أموالي هنا، تركت كل شيء، كل كيانه كان هنا. ذهبت إلى قم المقدسة لأبقى لمدة ما يقارب من عشرة أشهر أربعين أسبوعا. في هذه الفترة أحاول قدر استطاعتي أن أصفي روحي ونفسي وقلبي حتى أتهيأ للقاء حجة الله على الخلق صاحب العصر والزمان أرواح نافذة. في الغربة في جوار حرم السيدة الكريمة فاطمة المعصومة، كل يوم كنت أذهب إلى حرم السيدة، في النهار كنت أصوم كل الأيام، في الليل مشغول بالعبادة، الأطعمة المشبوعة لا أكلها، الأماكن المشبوعة لا أذهب إليها، أدعية، انشغلت كليا بالتمهيد الروحي لهذا اللقاء. وكم هو عظيم، الإنسان يلتقي بحجة الله على كل الكون، نظرة واحدة له ونظرة واحدة منه تكفي الإنسان إلى آخر عمره. طبعا هذا يحتاج إلى جهاد، وهذا الشخص كان مجاهدا في هذا السبيل. يقول بعد ما يقارب من شهر خطر ببالي، أنت ذهبت إلى هذه المهمة الكبيرة وما استشرت أحدا، من أستشير؟ خطر ببالي أنك تعيش في زمن يوجد فيه وكلاء للإمام، استشر أحد وكلاء الإمام، مراجع التقليد. طبعا الاستشارة الجواب واضح، إذا استشرت مرجع تقليد أنك تذهب تبتعد عن أهلك لهذه المهمة، يقول لك لا، بل يشوقك، بل يقول لك بارك الله فيك. ذهبت إلى مرجع تقليدي في مدينة قم المقدسة، طرحت عليه هدفي مهمتي، فاستغربت أنه بدل أن يشجعني عاتبني. عجيب، أنا جئت لهذه المهمة، من المؤمنين يقول لا؟ هذا المرجع قال لي لا. عجيب، قلت له لماذا؟ قال أنت جئت إلى هذا البلد وانشغلت بالعبادة وكله عمل صحيح في نفسه، لأية مهمة؟ قال قلت لقاء الإمام أرواح نافذة. وكم هو عظيم؟ قال بنظرك هل يوجد شيء أعظم من اللقاء بالإمام؟ قلت لا.
يوجد شيء أعظم من أن الإنسان يلتقي بحجة الله على الخلق؟ قال بل يوجد شيء أعظم من اللقاء بالإمام، وهذا الشيء هو الشيء الذي تركته أنت. قلت له ما هو الشيء الأعظم من اللقاء بالإمام؟ قال لي الأعظم من اللقاء بالإمام جلب رضا الإمام، الأعظم من اللقاء بالإمام تنفيذ أوامر الإمام، هذا أعظم من اللقاء بالإمام. أنت في بلدك لك الدور في توجيه الناس، تأتي هنا تترك كل أدوارك لتلتقي بالإمام؟ من الذي قال لك أصنع هذا؟ هل هناك رواية؟ هل هناك دليل يقول لك اذهب إلى الإمام لتلتقي بالإمام وأنت تترك أوامر الإمام؟ ارجع من حيث أتيت وانشغل بخدمة الإمام، انشغل بخدمة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذا هو تكليفك. يا مدرك الثار البدار البدار.